عادتنا الميدان لا جينا هنار حد صح صح وصح يا نيا مصاح العقل يجفاها المبات هو اليوم يا أصحاب البكار برشاحة لا وشحة كل يشد حزامه الطمح على الميعاد جاء عصرية على قناة حمد البويسم استوى للطلق والرأس هاوي والمعاني ما يوقف مددها قيتل والفكر ينوي هلاوي عنده مهمة شعر معتمدها يا علان معرب ما يراوي بالمواجبه الى ما انقصدها تساوي ما تنوش الدلا ودم لهدها أفحت شوفوا عضاها رخاوي يوم تمشي يالله جوع يدها زين راس النكرة منا لداوي والبلاوي اللي خطير نكدها امحشوا مهما عبد كل قاوي والضعوف اللي عملها قردها قدرها فصدورها لها سماوي زلبة عند الشتاء شفت الغنا والمناوي وجهها منه يشعشع سعدها ودك تلحبب اشتن حساوي لانها اللي تستحقه وهدها لانها اللي تستحقه وهدها اليوم يصحب البكر مرشحة الامشحة كل يشهد حزامها الطمح على الميعاد الزين فيها وصلها كل الاواد تندحه ما عاد فيها ضحك ومزحة شاح الشوط والنظاهرات تسرح أهل المدى والزود عفوا والعواطف المقبلات عادتنا المدى من أجناها نار صح صح وصح يا نايم وصح العقل يجفاها المبات قولوا لمن هو ظنه بحبل التحاسيب اطرحه لا تنفع الضيع تحاسيبه وشي فات فات انطاح من ظهر الفرس يبقى الخلق ولا الخلل قيدها يومه ما تجود ما ثبات واللي يجاري لا يهون قبل قبله يذبحه ان جاكر العسل تبقى كيت حتى الممات اغلب جيوشه لا تحدي ما يشل لا الاسلحه شابه انسى البريد اللي جهوده ودهان ما كل سلعه توجد في السوق سلعه مربحه بعض السلاح منها سلامة الزوين دازو غنات استوى للطلق والرأس هاوي والمعاني ما يوقف مددها قيتل والفكر ينوي هلاوي عنده مهمة شعر معتمدها يا علان معرب ما يراوي بالمواجبه الى ما انقصدها صامل قلبه على العز قاوي هدية لكل طلع ترجمة
نوش القلا وادم لهدها طافحت شافوا عضها رخاوي يوم تمشي يالله تروح يدها زين راس الاغرب منا لا داوي والبلاوي اللي خطين نكدها انحشوا مهما العبد كل لقاوي والضعوف اللي عملها قردها كدرها قصدورها لها سماوي زلبة العدى الشتا ما فردها اقبلت شفت الغدا والمناوي فجهها منه يشعشع سعدها ودك تلحظ بشتن حساوي لانها اللي تستحقه وهدها لانها اللي تستحقه وهدها اليوم يصحب البكر مرشحات الامشحة كلن يشهد حزمها الطمح على المعاد جد الزين فيها وصلها دلالة وادم تندحة ما عاد فيها ضحك ومزحة هروج مجاملات حضورها اسم يفهقه ويطيح واسم يمسحه ما جت ولا جنا زيارة والعلوم مبيتة جات الوشاة الشرط والنواها رادة تسرحة يا أهل المرا والزود عفوال والعواب المقبلة عاداتنا المدان لقيناها نارها صح صحة وصح يا الأيام وصح العقل يجفها المبات قولوا لمن هو ضنه بحبل التحاسيب اطرحه ما تنفع الضيع تحاسيبه وشي فات فات انطاح من ظهر الفرس يبقى الخلل في المرشحة ولا الخلل في جديها اليوم ما تجود بثبت واللي يجاري لا يهون قبل قبله يذبحه من جاكر العسلين تبقى كي تحدى الممات اغلق جيوش اهلا تحدي ما يشل لا الاسلحة شابها انسى عال بريد اللي جهوده وادها ما كل سلعة تنوجد في السوق سلعة مربحة بعض السلع منها السلامة الزوين جازو غنات حصرية على قناة حمد البويسم.